حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا وان شاء الله دايما كده بألف صحة وسلامة. قبل زحمة مسلسلات رمضان احب اقولك اني جايبلك حتة مسلسل نونو صغير اهدى مسلسل في العالم. المسلسل ده من انتاج امريكي بس زي ما انت شايف كده كله ياباني، يعني عشان الانمي يركزوا معايا على مدار الثلاث اسابيع اللي فاتوا والكلام كتير قوي عن المسلسل ده لدرجه انه طلع عليه انه جيم اوف ثرونز الجديد، وانا من مكاني هنا احب اقول لك اني ما شفتش حاجه اجمد من جيم اوف ثرونز. الكلام مش ليك طبعا يا عمهم. فهل بعد نزول ثلاث حلقات من المسلسل نقدر نقول انه فعلا جيم اوف ثرونز الجديد زي ما بيتقال كده؟ ده اللي هتكلم معاك فيه النهارده. ولو انت مش اول مره تسمعني بقول لك ايه بقى، انت ايه حكايتك يا جدع؟ انت احنا بقينا اهل يا عم، يعني تديني لايك اديك لايك، عارف تهادئ تحابه. اما بقى لو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده حسوتوكس. طيب اول حاجه احب اقولها لك ان مسلسل شوغان مبني على الروايه من نوع الهيستوريكال فيكشن، فيما معناه ان مسلسلنا مش توثيق للتاريخ انما بيبقى فيه جزء من الحقيقه والباقي من خيال الكاتب. المهم الروايه دي نزلت سنه 1975 وكتبها جيمس كلافل، والكتاب ده اتعمل ميني سيريز تم عرضها سنه 1980. وغير كده الروايه اخذت البيست سيلر بعد ما اتباع منها 15 مليون نسخه حوالين العالم، والكلام ده سنه 90. فواخد لي بالك كده احنا داخلين على ايه؟ المهم في 2018 شركه اف اكس قررت ان هي تعيد احياء كتاب شوغان من جديد فعمل تلفزيوني. اول تريلر نزل اواخر 2023 والمسلسل لحد اللحظه اللي تسمع فيها الفيديو دي نزل منه 3 حلقات بس. الريفيو اللي انا بعمله لك ده احب اقول لك انه يتماشى مع المسلسل حتى لو كان خلص، فاعرني انتباهك كده عشان اقول لك فكره المسلسل ده. كان يا مكان في قديم الزمان وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في سنه 1600 والعصور طويله المسيحيين الكاثوليك كسبوا ثورات فاحشه من التجاره مع اليابان، وطريق وصولهم لليابان ده كانوا مخبيينه عن اعدائهم البروتستانت الاوروبيين، ودول مسيحيين برضو بس متبعين نهج تاني زي كده السنه والشيعه. المهم في اليابان في اوساكا بالتحديد في التوقيت بتاع 1600 ده بيكون حاكم اليابان ده خلاص وفاته المنيه وريح وشيع للابد، وبيسموا الحاكم ده عندهم التايكو. المهم الحاكم ده بيسيب وراه ولي العهد الصغير عشان يحكم، بس كمان بيسيب وراه وصيه، والوصيه دي بتقول ان هو عين خمسه من الاسياد المحاربين ان هم يتشاركوا في الحكم لحد لما ولي العهد الكتكوتي هيكبر، مجلس اوصياء من الاخر كده. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعال نتكلم بالتفصيل اكتر شويه. المسلسل يا حبيب قلبي مش مبني على قصه واحده والصراع ما بين الخمس محاربين كده وبس، انما في قصه ثانيه غير كده بتتحكى. فخلينا بس كده الاول في قصه الصراع الياباني اللي موجود في اوساكا. الصراع ده زي ما قلت لك ما بين الخمس اوصياء، فتعال اعرفك عليهم كده عشان ما تتوهش. عندك سوجوياما وده من اغنى عائلات الساموراي في اليابان، وعندك اوهونو وده عنده مرض مريب كده مخليه مغطي نفسه طول الوقت، وبسبب مرضه ده هو موالي للكنيسه جدا. هتيجي تقول لي ايه ده، هي المسيحيه كانت في اليابان ساعتها؟ احب اقول لك خليك فاكر اننا بنتكلم عن المسلسل وده ملوش علاقه بالواقع او بالاحداث الحقيقيه اللي حصلت حتى لو فيها احداث صح. وبالنسبه لسؤالك هرد عليك كمان شويه ما تقلقش. وتالت واحد معانا هو كياما، وده راجل موالي للكنيسه برضه بس عشان مصلحته معاها مش حبا في الدين يعني. والثلاثه دول كلهم تحت امر ايشيدو، وده الكبير بتاع الثلاثه دول. وهنا بيجي دور الرايفل بتاع ايشيدو وخصمه اللدود وخامس واحد في المجلس، وهو تورناجا، وده الجابانيز والداهيه اللي مسلسلنا هيدور عليه. طبعا كل واحد من المجلس ده بيكون ليه ناس موليين ليه، وفي نفس الوقت بيكون في ناس ضده، ومن هنا مسلسلنا بيقدم لك الشخصيات الجانبيه بتاعته. اللي احب اقول لك ان اغلب الشخصيات بتبقى مهمه وليها تاثير في احداث المسلسل، وده بياخدنا للقصه الثانيه اللي انا قلت لك عليها في الاول. فتعال اقول لك ايه حكايه القصه الثانيه دي وازاي بيحصل اندماج ما بين القصتين. زي ما قلت لك ان البرتغاليين هم اللي اكتشفوا اليابان ومدورين تجاره مع بعض، وده بياخدنا لجون بلاك ثورن، وده بيبقى ربان انجليزي من البروتستانت وحلمه ان هو يوصل لليابان بالسفينه بتاعته عشان يكون اول انجليزي يكتشف اليابان. وغير كده كمان بنفهم ان هو عنده نزعه عدائيه تجاه المسيحيين الكاثوليك طبعا عشان واخدين خير اليابان كله لوحدهم، فبيبقى عايز يحرق كل الكنائس اللي في اليابان ويرجع بلده غني، عنده احلام عصاري معلش. فمن هنا بنفهم ان لما البرتغاليين وصلوا اليابان دخلوا الدين المسيحي هناك طبعا على نهج الكاثوليك وبنوا كنائس كمان.
المهم حبيب قلبي، احب اقولك ان جون فعلا بيوصل لليابان، بس ازاي وصل وحصل معاه ايه لما وصل ده لما تتفرج انت بقى هتعرفه. المهم بعد القصة دي ومع مرور الأحداث جون وتورناجا هيتقابلوا، ومن هنا حبيب قلبي أحب أقولك إن أحداث مسلسلنا بتقلب 180 درجة، لأن كل الأحداث اللي بتحصل في المسلسل في الأول بتأهلنا للحظة دي اللي بالنسبة لي بعتبرها نقطة تحول في مجرى أحداث المسلسل. وده كده بريف عن فكرة المسلسل وشخصياته، فتعال أقولك بقى على الحاجات اللي عجبتني. اول حاجه بالنسبه لي هي الكاركتر ديفلوبمنت اللي في المسلسل. صناع العمل هنا فعلا قدروا يخليك تدخل في عمق كل شخصيه بتظهر معانا، حتى لو مش هتطول وهتودع بدري بدري، وده عن طريق سرد قصه شخصيه شخصيه بتظهر معانا، ولو ما سردتش قصه اي كاركتر بناخد لمحه عنه برضه او عن الباك ستوري بتاعته، ومن هنا طبعا بتبدا انت كمشاهد تكون فكره عن دوافع كل شخصيه وايه اللي بيحركها. زي ما قلت لك في الاول مثلا ان كياما بيحركه الفلوس، وايشيدو نفسه في السلطه والحكم، وتورناجا هنفهم مع مرور الاحداث دوافعه اكيد، وجون بيحركه السيرفايفر والبقاء على قيد الحياه. وعشان كده انا احب اقول لك ان شخصيه جون بلاكثورن هي الشخصيه المفضله على قلبي. ده اول حلقه اسمها انجن ومعناها الربان، عاملين له حلقه باسمه. احب اقول لك انا بالنسبه لي المسلسل عامل زي الدوكيومنتري كده، وبيحكي قصه تاريخيه في حقبه معينه في التاريخ الياباني القديم ايام الساموراي. فوجود جون بلاكثورن في المسلسل بحسه ويرد ومش ماشي مع اللي بيحصل، عشان بيبقى انجليزي طبعا وعمال يشتم واو شيت والكلام ده، حاجه كده مش راكبه مع العادات والتقاليد بتاعه اليابان. وعشان كمان دي اول مره يشوف يابانيين اصلا، هو بس يعرف ان في بلد كده اسمها اليابان، ما يعرفش ان شكلهم كمان شبه بعض. هل معنى كده ان دي حاجه وحشه يعني؟ ناني؟ بالعكس تماما، ده بالنسبه لي اضاف جدا للمسلسل، لان شخصيه جون بحسها زينا كمشاهدين، فالحمد لله ان هو اللي جوه المسلسل وهو اللي بيكتشف بدلنا العالم الياباني ده، وبيبدا يتعرف على العادات والتقاليد بتاعتهم، وبيبدا يفهم ان في حاجه اسمها ريسبكت واحترام، وازاي في حاجه اسمها شرف الساموراي، وازاي في ناس ممكن تنهي حياتها في اي وقت مجرد بس عشان تحافظ على اسم عيلتها. فاداؤه مع تمثيله كان اضافه جامده قوي للمسلسل، وده بياخدنا لاداء الممثلين اللي كان فوق الممتاز. كل واحد تحس ان الدور متركب عليه وبتاخد تمثيل فوق الممتع، وده بيرجع لجمدان الكاركتر ديفلوبمنت اللي بسببها قدرنا ندخل جوه تفاصيل اغلب الشخصيات، فبالتالي بنشوف ردود فعل مختلفه لكل شخصيه على حسب الحدث اللي بتتعرض له. فاداء تمثيلي فعلا كان شيق وممتع من معظم ابطال العمل. طب نيجي بقى لاهم نقطه عجبتني وهي الحوار. انا بالنسبه لي فعلا ما شفتش حوار جامد من ساعه جيم اوف ثرونز الا في شوجن، دي حقيقه فعلا. انا بالنسبه لي بحب الموضوع ده جدا، وده اجمد ما ميز جيم اوف ثرونز. انت ممكن يكون في اتنين بيتكلموا وفي حوار داير ما بينهم وهم هادين جدا، بس انت كمشاهد ممكن تكون قاعد بتتنطط من اللي هم بيقولوه، لانك بتبقى فاهم ابعاد الموضوع اللي بيتكلموا عليه ده ايه، وتبقى فاهم مين حط على التاني ومين اللي طلع كسبان من المبارزه الحواريه دي. من الاخر كده جو عادات العرب ده بيبقى جامد، ومسلسل شوجان قدر ان هو يعمل كده فعلا. وبنشوف على مدار مسلسلنا كذا حوار بيتم ما بين كذا كاركتر بيكونوا في غايه من الجمال والاهميه، فحاول وانت بتتفرج تبقى مركز في الكلام عشان حقيقي هتستمتع. رابع نقطه عجبتني اني حسيت ان المسلسل صادم برضه زي جيم اوف ثرونز. زي مثلا انت في جيم اوف ثرونز بتشوف شخصيات اساسيه بتموت، ومسلسل شوجان فعلا في شخصيات بتودع بدري بس مش صادمه لحد دلوقتي، فمعرفش قدام شويه كده هنسخن حبه ونطير كام راس اساسيه. اتمنى نشوف حاجه زي كده، مش عارف حاسس بسديه كده وانا بتكلم. ما علينا. خامس حاجه الفايت سينز او المشاهد القتاليه كانت حلوه وشكلها كده لسه هتسخن قدام شويه كمان، وشكلنا هنشوف مبارزات بالسيوف حكايه في المسلسل ده. وخلي بالك عشان المسلسل ده دموي بس مش قوي، عشان تصنيفه تي في ام اي يعني 17 فيما فوق، قول 18 يعني الغشامه بتاعته هتبقى زي مسلسل ايكو كده بتاع مارفل. هتلاقيني عامل لك ريفيو عن المسلسل في الاي اللي فوق دي، شوفه عشان فيديو مهم. كل فيديوهاتي مهمه خلي بالك. النرجسيه دي، انا امراضي بتزيد في الفيديو ده. المهم ما تنساش اللايك وانت قاعد كده، ولو مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك. المهم تعالى اقول لك بقى الحاجات اللي ما عجبتنيش، هي حاجات بسيطه كده يعني مش حوار. السي جي اي هنا في المسلسل بيبقى باين ان هو سي جي اي، عارف بتبقى حاجه باينه كده قوي تقفشها بسهوله، فده بس بيخرج بره المود شويه وما كانش كتير برضه. تاني حاجه في مرات قليله كده قوي يعني لحد دلوقتي ربط الاحداث ببعض بجمعه بصعوبه شويه، بس ده تهيألي عشان كنت لسه بجمع الشخصيات وارتباطهم ببعض، ده غير كمان اساميهم اللي جمعتهم متاخر شويه، تهيألي كده يعني. طب بعد كل ده بقى وبعد كل اللي قلته لك، هل مسلسل شوجان يستحق ان هو يتقال عليه جيم اوف ثرونز الجديد؟ احب اقول لك اكيد لا. واقول لك ليه. بص مسلسل شوجان فيه حاجات كتير جامده قوي زي جيم اوف ثرونز، تعالى كده اقولهم لك حاجه حاجه.
عندك بناء الشخصيات الجامد، الكاركتر ديفلوبمنت العالي، القصه الجامده الممتلئه بالاحداث، وكل حلقه بتبقى ساعه ومليانه مفاجآت. ده غير السيناريو والحوار اللي على نفس مستوى جيم اوف ثرونز كمان. اما على مستوى الصدمات مش عارف برضو لسه، بس برضو وحتى لو في اخر حلقه صدمه وحد من المين كاركترز مات برضو، وبعدين ما هو جيم اوف ثرونز قدم لك كل الكلام ده اول سيزون فيه اصلا. وانا ما اعتقدش ان مسلسل شوجان يبقى اكتر من 2 سيزون، ده لو اتعمل له سيزون تاني من الاساس. وما اعتقدش حتى ان بعد ما شوجان يخلص اني هغير رايي، لان المسلسل فعلا خلاص اثبت لنا وجهه نظره وعرفنا في حوادث جامد، وفهمنا ان هو فيه روح جيم اوف ثرونز. انما بقى عايز تقارنه بجيم اوف ثرونز اللي اداك 7 مواسم اجمد من بعض، انسى الفاينل سيزون ده كانه ما جاش، مش مشكله يعني، فهتبقى مقارنه مش عادله. واحب اقول لك ان المسلسل مكون من 10 حلقات، فاضل لسه 7 حلقات لسه ما نزلوش، فمع بعضينا كده لما المسلسل يخلص نبقى نقيمه براحتنا. انما لو على 3 حلقات اديهم كلهم 9 من 10. وخلي بالك عشان لو حبيت تتفرج في رمضان ولا حاجه، عشان من اولها ومن اول حلقه في مشهد مش لطيف، ادينا حذرتك اهو. وكل رمضان وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وبحب اشكر اي حد لسه مكمل معايا في الفيديو، واقول لك ان شاء الله يبقى الصيام سهل علينا كده جميعا، ويبقى شهر كله خير وبركه علينا. واسمع مني وبتفرج على شوجان عشان هيعجبك. شيريزومي راباكيتو كينيري ميسيا. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجي لك كل جديد، ولايك الكلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم ونين حسوبه من حسوبه توكس. سلام.